يعني احنا في الغابة كان فقط الشهيد عمر وشقي الشهداء وسليم أسرة بلا تجامل التي لها إسهامات وطنية لا تستطيع حيث قدمت خير الشباب أبناء الوطن وقدمت الشهيد جعفر جابر والشهيد يحيى جابر ونحن اليوم نقف ونقول بفقدنا أبا يحيى فقدنا ناضلا وفقدنا كاتبا ومؤلفا وشاعرا كان رحمه الله مهموما بمعاناة شعبه حيث سخر غلبه دائما للدفاع عن قضايا الشعب العربي ويعتبر الناضل عمر جابر من اوائل من عمل في الحركه الطلابيه العربيه ومن ثم في اتحاد الشباب الديمقراطي وقام بتمثيل الطلبه والشباب في كل المحافل العربيه والافريقيه والعالميه كما ناضل في كل مفاصل جبهه التحرير الاريتريه وتغلط مناصب كثيره مهمه عبر مسيره الثوره الاريتريه كما منذ ان هاجر الى استراليا عمل ابو يحيى في صفوف الجاليه الاريتريه وفي صفوف الجاليه الافريقيه وغاب الجاليه الاريتريه في ميلبورن وترقصها لدورات متتاليه ولقد عاصرته انا شخصيا في احدى مراحل تراوسه للجاليه الاريتريه فقد الى القياديه من الطراز الاول وكان خلاقا وكان عمليا ارتقى بالجاليه كثيرا وبنفس القدر كان متواضعا يحترمه مهما اختلفت معه فقط فكما قال عنه الاخ ياسين محمد عبد الله في لندن انه صانع الامل وهو شاعر صامدون ما ركعنا يوما ولن نركع رحم الله ابا يحيى برحمته الواسعه وجعل مسيره الجنه ان شاء الله شكرا لكم.